السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المرحلة الخامسة لكلية الصيدلة. البارت الأخير إن شاء الله من الشابتر الثالث اللي هو محاضرتنا رقم 6. إن شاء الله اليوم ننهي الشابتر 3. والشابتر ككل قلنا يتكلم حول الـ Current Good Manufacturing Practices. بعد ما تكلمنا بالبارت السابق حول الكونتينر، وصلنا للماتيريالز اللي تستخدم في صناعة الكونتينر. منين يصنع الكونتينر؟ الكونتينر يصنع حيكون يا اما جلاس، بلاستيك، ميتال او ربر. بالنسبه لاول نوع اللي هو الجلاس اللي يستخدم ان باكجينج اوف الجلاس المستخدمه لباكجينج الفارماسيوتيكالز، راح تكون مقسمه الى 4 كاتيجوريز. اول ثلاثه انواع 1 2 3 راح يستخدم للبارنترال برودكت، كونتينر فور بارنترال برودكت، بينما التايب 4 لا، نون بارنترال برودكت اللي هو الأذر برودكت مثل الأورال سم تايم. إذا عندنا مرات تابلت تشوفون أو كبسول موضوعة بالجلاس كونتينر. وهذا التايبس إيج تايب كل نوع راح يكون تيستد أكوردنج تو ريزيستنس تو ووتر أتاك. يعني لما يكون الووتر أتاك، الووتر يكون أتاك للجلاس، ما يصير عندي أي تغييرات. وهذا الأتاك ديترمايند باي، شلون أحسبها أنا أعرف إنه هذا التايب اوف جلاس هو ريزيستنس للووتر او لولا؟ حسب ديترمايند باي اماونت اوف الكلاي ريليزد فروم جلاس ان سبيسيفايد تيست كونديشن. يعني عندي تيست اشوف هل انه صار عندي الكلاي ريليز من الجلاس اثناء الووتر اتاك او لا. واذا صار عندنا ليتشنج اوف الكلاي فروم جلاس، اذا صار عندي ريليز للالكلاي من الجلاس، راح شي يسبب؟ راح يسبب تغير للبي اتش، وبالتالي تغير الاستابلتي اوف ذا برودكت. منو اكثر الانواع ريزيستنس للووتر اتاك؟ يعني ما راح يصير له ريليز للالكلاي، هو النوع تايب 1 از موست ريزيستنس جلاس اوف 4 كاتيجوريز. ان الجلاس 1 يكون مصنوع منين؟ يكون مصنوع من البورو سيليكيت اللي هو يكون هايلي ريزيستنس تو ووتر اتاك. المن يستخدم التايب 1 يستخدم for buffered and unbuffered aqueous solution، بالإضافة إلى ممكن استخدامه للباودر. التايب 2 and type 3، التايب 2 soda lime glass والtype 3 soda lime glass. التايب 2 شو يكون treated ويا شنو؟ treated ويا السلفر دايوكسايد. يستخدم التايب 2 فقط المن للbuffered aqueous solution اللي تكون البي اتش مالته أقل من 7 بالإضافة إلى الدراي باودر، بينما التايب 3 يستخدم فقط للدراي باودر والأوليوجينيوس سوليوشن، يعني اللي تكون أويلي نوت فور أكيوس سوليوشن. واضح؟ نركز شوي. عندي أني التايب 1 اللي هو يكون أكثر ريزيستنس يستخدم للكل بافرد أند إن بافرد بالإضافة للباودر. التايب 2 فقط بفرد، التايب 3 نوت فور اكيوس سوليوشن، يعني لا بفرد لا ان بفرد، اي اكيوس سوليوشن ما يستخدم له، فقط دراي باودر اند الاولياجينيوس سوليوشن. التايب 4 اللي هو قلنا نوت فور بارنترال يوزد فور سسبنشن اند ايمولشن. هذه الكونتينرز الخاصه بالشرابات تكون النوع مالتها تايب 4. بالنسبة للجلاس، حاليا today most product are packaged in plastic. المستعمل أغلب المستعمل حاليا هو يكون بلاستيك للإنترافينوس فلويد، للأوينتمنت. شوفون هنا عندنا السبوستريز، الدروبس، التابلت سب تايم كونتينر للتابلت أو الكبسول. يكون استعمال البلاستيك حاليا يكون اكثر. زين ليش صار استعمال البلاستيك اكثر من الجلاس؟ لعدة اسباب. السبب الاول يستخدم البلاستيك اكثر من الجلاس لاسباب. عندي اللايتنس اوف ذا ويت، يكون خفيف اخف، معروف ان البلاستيك اخف من الجلاس. اثنين ريزيستنس تو امباكت خلال النقل الديستريبيوشن، شو يكون
أقل عرضة للتكسر، وإذا كان أقل عرضة للتكسر reduce transportation cost، راح تقل الكوست، راح تقل الخسائر خلال النقل. ثلاثة versatility in container design، أنا من أريد أسوي ديزاين، طبعا يختلف ديزاين الفيال عن ديزاين الشراب، عن كل دوزج فورم يختلف الديزاين مالته، أنا عندي أريحية بالديزاين بتصميم العلاج بالتصميم الكونتينر، وحتى شكل الكونتينر إذا كان فد شي مرتب شي يكون consumer acceptance، يكون ذات تقبل للمستهلك. وكذلك ايش عندنا في حال ان المريض شو فضل، وخاصة اذا عندي اني دروبس مثل عندنا اوفثالميك او نيزل سبراي او عندنا لوشن، المريض او المستهلك شو يكون سكويز بوتل، يعني انا اقدر اسوي سكويزنج للبوتل ان ادمنستريشن حتى اوقع الدروبس او استخرج اللوشن من الكونتينر، بينما الجلاس ما اقدر اسوي سكويزنج للبوتل. كذلك عندنا الـ popularity of blister packaging and unit dose dispensing، أقدر أني بسهولة أقدر أسوي unit dose لكل دوز عندي فد كونتينر خاص لها صغيروني، يعني أقدر أقسمه على شكل unit dose كما في البلاستيك العفو التابلت والكبسول شرائط العلاج، الشريط هو عبارة عن بلاستيك هذا. كذلك أنه أنا ممكن أسوي alteration للماتيريال، مثلا اذا عندي البوليأثيلين اضيف للميثايل جروب هحول الى البولي بروبيلين اللي هو كان بي اوتوكليفد، اعقم في الاوتوكليف منو اللي يكون اوتوكليفد اللي هو البوليأثيلين او البروبايل، هذه تركزون عليها، هذه بعض الامور تكون هوامش لكن مهمة الاوتوكليفد اللي هو الميثايل بوليأثيلين اللي تحول الى بوليبروبيلين. وعندنا اكزامبل اخر للالتريشن بالماتيريال البوليأثيلين، ممكن اضيف كلورين، طبعا اما تنضاف الكلورين تو افري اذر كاربون احول احصل على البوليفينايل كلورايد. شنو هذا الخاصية للبوليفينايل كلورايد؟ حيكون ريجيد اند هاز جود كلاريتي. زين هذا الريجيد والجود كلاريتي بمن ساعدتني؟ ساعدتني حتى أسوي البلاستر باكيجينج أوف تابلت أند كبسول، أسوي شرائط التابلت والكبسول. فشريط التابلت والكبسول عبارة عن شنو البلاستيك مالته؟ هو البوليفينايل كلورايد البي في سي حفظ المختصر أيضا. لكن أنا هذا البي في سي إلها في الخاصية بالرغم إنه هي جود كلاريتي ما أقدر أصنع من عدها السرنج، ليش؟ شنو الديس ادفانتج مالتها؟ اللي هي انستابل فور جاما ستيرلايزيشن، ما اقدر اسوي لها جاما ستيرلايزيشن. اللي اقدر اسوي لها جاما ستيرلايزيشن واقدر اصنع من عنده السرنج اللي هو عندنا الامورفوس بوليأثيلين تترا فثاليت جلايكول اللي هو الاي بي اي تي والبي اي تي جي اللي هو بوليأثيلين تترا فثاليت جلايكول، هذه مهمين الاي بي اي تي والبي اي تي جي تحفظون المختصرات والاسم الكامل. has excellent transparency and can be sterilized with gamma radiation صفاتها، وبالتالي تصنع من عدها السرنج. لكن عندنا بالبلاستيك بعض المشاكل اللي يسببها، من هذه المشاكل عندي اول شيء البيرمابيليتي of the container to atmospheric oxygen and moisture vapor، راح يصير permeability في بعض الكونتينرز. leaching of the constituent of the container، لأن الكونتينر مو فقط بوليمر من يصنع من مادة لا يضاف لبعض الإضافات، تضاف البلاستيسايزر الستابلايزر الانتي اوكسيدنت، فهذه الإضافات ممكن أن يصير لها leaching من الكونتينر المن للانترنال كونتنت للمادة الاكتيف انجريدينت اللي موجودة داخل الكونتينر. absorption هسه يصير عندي بالعكس absorption of drug from the content to the container، ممكن انه انا عندي قسم من المادة الactive ingredient وين تصير absorption ويا مواد الcontent، فلازم نشوف لازم عندي compatibility ما يصير اي absorption للdrugs للcontent.
بالإضافة إلى transmission of light through the container and alteration. قلنا إنه أنا مادة الكونتينر البوليمر ممكن إنه أنا من الأدفانتج مالتها ممكن أقدر أغير منعتها حتى أحصل على مادة أضبط. بنفس الوقت إنه من أخلي المادة الأكتيف إنجريدينت ممكن إنه يصير عندي alteration إلى disadvantage خلال مرحلة، يعني ما راح تنطيني البوليمر اللي أنا مصنعته خلال فترة الخزن بسبب الكونتاكت ما بين الاكتيف ما بين الميديسينال برودكت مع البوليمر ممكن يصير عندنا التريشن للكونتينر خلال عملية الستورج. ليش؟ لان انا الكونتينر ما عندي فقط بوليمر، عندي مواد اضافية، عندي اضافات ضايفت له، فهذه الاضافات ممكن ان تسبب لي عدد من المشاكل، فبالتالي شي يصير عندنا ديكريز للاكتيفيتي. ليش؟ بسبب الادزوربشن اوف ذا اكتيف سبستانس، يعني الاكتيف سبستانس صار لها ادزوربشن وابزوربشن المن من الكونتينت للكونتينر. شوفوا هنا هذا الرموز حتى تبقى ببالكم، الاي 1 البي 1 والسي 1. الاي 1 ادزوربشن، هذه صار ادزوربشن، بعدين يصير ابزوربشن وبيرميشن، هذا الكونتينت، هذا الماده البرودكت مالتي، وهذا الكونتينر اللون الغامق. فشنو صار؟ تحولت المادة إلى ضمن البوليمر الخاص بمادة الكونتينر، فبالتالي شي يصير راح تقل الاكتيفيتي للاكتيف سبستانس. واضح؟ ممكن يصير عندنا كونتينت بريسبيتيشن، تتغير البي اتش due to leaching of the material component، ممكن يتغير الكلر في خلال الانالاتيكال انترفيرنس during the determination of the active ingredient، حيصير عندنا تغير بتراكيز الاكتيف ingredient. السيفتي تشينج، اكيد راح تتغير السيفتي due to leaching of the material component. فان اذا صار، شوفوا هذا الجهه الثانيه اللي يصير بها ليجينج من المواد، قلنا الكونتينر مو فقط بوليمر، عباره عن اضافات، فاذا صار ليجينج او ريليز لمواد الكونتينر الى مواد الميديسينال برودكت، صار عندنا بيرمابوليتي، humidity او light ممكن يأثر على البرودكت، التمبريتشر، فيمكن ان يغير لي السيفتي تشينج للمادة الاكتيف انجريدينت اللي حافظ لي اياها البلاستيك. فتغير البيرمابوليتي للبلاستيك لها عدة اسباب. السبب الاول اللي هو طبيعة البوليمر المستعمل، لازم اني البوليمر المستعمل يكون كومباتبل ويا مادة الاكتيف انجريدينت، فاذا كانت الاكتيف انجريدينت فور اكزامبل light sensitive أو humidity تأثر عليها، فلازم يكون نوع البوليمر ما يتأثر. The amount and type of plasticizer، الفيلر، اللبريكنت، أي additive، كمية الأدتيف هذا المضافة يكون ما تأثر. التمبريتشر والبريشر، فزيادة التمبريتشر والبريشر and the use of the additive راح تسبب زيادة البيرمابوليتي للبلاستيك، وبالتالي الجلاس كونتينت او البلاس كونتينر العفو ار ليس بيرمابل ذان بلاستيك كونتينر. فان اذا عندي ماده ميديسينال برودكت تتاثر، اذا صار اي احتماليه للبيرمابلتي بهذا البلاستيك كونتينر، فانا استعمل لها الجلاس كونتينر، وخاصه اذا اثرت على السيفتي. بالنسبه للبرودكت اللي تتاثر بالهيوميديتي، فيفضل شنو استعمل؟ استعمل protected by high barrier packaging. استخدم مثل في حالة انه انا مستخدم البلاستيك مثل ما اخذينا، اذا استخدمنا two layer بلاستيك انه راح تحفظ لي تمنع الموستشر من العبور. بالاضافة الى ممكن انه انا استخدم desiccant silica gel small packet يحتوي على السيليكا جيل، شايفيها اكيد بالعديد من المنتجات هذه، protect against effect of the moisture bubble. أما المواد اللي تتأثر بالأكسجين، فأنا إذا حفظتها بالكونتينر بلاستيك تكون أكثر عرضة للأكسجين، فبالتالي شي يصير عندي oxidative degradation و greater degree of degradation، وبالتالي تقل كمية loss of drug molecules فيقل الconcentration وبالتالي تقل البوتنسي. فبهذه الحالة أنه أنا المواد اللي تتأثر بالأكسجين فيفضل أنه أنا أحفظها بكونتينر جلاس أكثر من البلاستيك. اللي جينك اخذيناه اللي هو عبارة عن movement of the component of the container element to the content، يعني عندي هذا الكونتينر عبور
الكونتنت من الكونتينر للعفو عبور الكومبوننت من الكونتينر للكونتنت. قلنا الكونتينر هو عبارة فقط بوليمر يحتوي على اديتيف، العديد من الاديتيف، بلاستيزايزر، ستيبلايزر، انتي اوكسيدنت، فهذه ممكن انه تعبر لداخل الكونتنت وتؤثر على البرودكت مالتي. الليتشنج اكر وين ليكويد اور سيمي سوليد ار باكج. فانا اذا عندي باودر بداخل الكونتينر وعندي تابلت او كبسول، لا يكون الليتشنج اقل، بينما اذا كان عندي ليكويد او سيمي سوليد راح يكون اكثر. والليتشنج يتاثر انفلونسد باي تمبريتشر، إذا كانت الحرارة عالية ممكن يصير عبور المواد الخاصة بالكونتينت، العفو الخاصة بالكونتينر إلى الكونتينت، بالإضافة إلى الإكسسيف أجيتيشن، يعني إذا أرج البلاستيك بقوة ممكن أن تأثر أيضا، بالإضافة إلى السوليوبلايزنج إفكت أوف ذا ليكويد كونتينت. قلنا أنا إذا كان عندي داخل الكونتينت ليكويد أو سيمي سوليد راح يكون أكثر عرضة. ليش؟ لأن ممكن أن يكون إلى السوليوبلايزنج إفكت أوف ذا ليكويد كونتينت أون وان أور مور أوف ذا بوليمر أديتيف. يعني أنا عندي هذا الكونتينت البوليمر يحتوي على مواد وأديتيف بداخله، هذا الليكويد اللي أنا مستعملت العلاج أيضا يحتوي أكيد على إضافات، ممكن يحتوي على solubilizing effect لواحد من هذه الأديتيف المضافة، فبالتالي راح تذوب وتعبر إلى مادة إلى الكونتينت فتأثر على البرودكت. Absorption شنو يعني absorption؟ اللي هو يشمل indicate binding of the molecules المن بمن ترتبط بالبوليمر. أنا عندي هذا الكونتينر وهذا المادة العلاجية، شي يصير ارتباط البرودكت الموليكيولز وين ترتبط بالبوليمر؟ أول شي يصير عندنا راح يصير adsorption ويصير المن مو فقط للأكتيف إنجريدينت، أكتيف إنجريدينت and excipient يصير لها adsorption بالبداية. بعد ما يصير saturation للsurface of the container راح شي يصير عندنا diffuse، المواد راح تعبر الى مواد الكونتينر البلاستيك معه. اكثر البلاستيك كونتينر اللي يكون عرضة للadsorption اللي هي تحتوي على البولر group، because sorption depend on the penetration or diffusion of the solute into the plastic. والمواد اللي تكون البرودكت إذا استعملت مواد N-ionized راح تكون greater tendency للsorption أكثر من الionized species. زين الionization شلون تتأثر؟ يعني فرضا أنه أنا مستخدمة مادة ionized، شلون تتأثر هذا الionization؟ تتأثر بواسطة pH of solution، فإذا تغيرت pH of solution ممكن تأثر لي على الionization وبالتالي راح تأثر على absorption of the solute. الاكسيبينت يصير بيه سوربشن، قلنا اكيد يصير بيه سوربشن، تاثر لو ما تاثر على الكواليتي اوف برودكت اكيد تاثر لي على الكواليتي اوف ذا برودكت. مثلا انا اذا عندي المثل بارابين اللي هو اكزامبل على اليمن على البريزرفاتيف المواد الحافظه البيولوجيكال، تاثر لي على البيولوجيكال ستابيليتي للدركس، فاذا استعملت لها بلاستيك كونتينر تكون اكثر عرضه للسوربشن، فاذا صار سوربشن ارتبطت بجدار الكونتينر راح يقل التركيز مالتها داخل البرودكت، بالتالي تقل البريزرفاتيف افكت، قلت البريزرفاتيف افكت راح تقل الاستابيليتي اللي عندي البيولوجيكال ستابيليتي، ممكن يصير عندي تلوث بكتيريا او فطريات. من الفيزيكال تشينجز اللي تتاثر بها البلاستيك اللي عندي الديفورميشن، ممكن يتغير الشكل مالت البلاستيك، يصير عندي سوفتنينج او هاردنينج. سبب هذا التغير by the action of the container content أو بسبب external factor، مثل عندي تغير الحرارة يأثر لو ما يأثر على البلاستيك أكيد يأثر، فأنا لازم أكيد يسوي له اختبارات قبل لا تنزل الأسواق تأثير الحرارة عليها، وتأثير الphysical stress خلال عملية الهاندلنج والشيبينج. وصلنا للpharmaceutical labeling، كل الpharmaceutical products لازم تحتوي على label، ما أشوف أي منتج إلى علاجي أي منتج pharmaceuticals سواء كان medical device also the product for animals dispensing prescription الـ OTC الـ أي شيء لازم عندي يحتوي على labeling اللي هو ينطيني المعلومات الخاصة بالبرودكت، وبالإضافة إلى المعلومات اللي موجودة على الـ immediate container. عرفنا شنو يعني الـ immediate container اللي هو الـ direct contact ويا الـ product multi and packaging. المانيفاكتشرال drug product insert
company literature، نشوف اكو ورقة معلومات. بين فترة وفترة عندنا شنو البروشورز البوكلت، بعض الكتيبات الخاصة بالعلاج، بعض النشرات، بعض المؤتمرات او الاجتماعات مع الاطباء او مع الصيادلة، هذه اللي اكثر شيء يعرفوها اللي يشتغلون بالمندبة، فتنطي معلومات خاصة عن العلاج الموجود او العلاج اللي تنزله الشركات. هسه نجي اولا بالنسبه للمانيفاكتشرر برودكت ليبل، هذا الليبلز اللي شايفيه انتم باغلب العلاجات. الانفورميشن يوجوالي ابيرنج اون ذا ليبل فيكست اون ذا كونتينر، هسه مثل هذا الليبل فيكست اون ذا كونتينر اللي هي الاميديت كونتينر، طبعا تحتوي على الاسم العلمي والاسم التجاري، السترينث للعلاج، هذه العلامة مهمة انه اني ار اكس اولي، معناته هذا فقط ما انطي الا بوصفة علاجية تجيلي، كمية العلاج اللي موجودة، التعليمات الخاصة بالخزن او تعليمات عن العلاج انه هو لايت ريزيستنس، لازم انه تايت لايت ريزيستنس كونتينر، لازم احافظ على العلاج من اللايت. كذلك شوفوا هسه هنا المعلومة اللي منطيكم اياها انه يحتوي على الفينال الانين، فلذلك اذا كان المريض عنده فينال كيتونيوريا، فهاي شوف هذه معلومات شلون نسميها احنا الماخذ الزبدة المهمة، المعلومات الاخرى اللي موجودة بالليترتشر هذه ايضا مهمة، لكن هذه شلون الخلاصة المهمة اللي المفروض كل شخص ينتبه لها كصيدلاني او كطبيب. واضح هذه نفسها اللي هي النانو بروبرايتي بروبرايتري نيم اللي هو يعتبر الاسم التجاري، والبروبرايتري نيم اللي هو الاسم العلمي او الكيميكال نيم، اسم الشركة طبعا لازم ايضا اسم الشركة، كمية العلاج الموجودة والدوزج فورم التايب اوف دوزج فورم والكمية العلاج، وقلنا هاي اللوجو الخاص بالار اكس اونلي انه انا ما انطي الا بوصفة علاجية، ونفس المعلومات كل المعلومات الموجودة الاكسباير ديت والكود نمبر وغيرها، هذه المعلومات اللي عندي. البريسكريبشن ليبل، البريسكريبشن ليبل هذه احنا ما عندنا، مثلا انت تجيك وصفة علاجية تصرف العلاج اللي موجود بالوصفة. في بعض الدول اكو ليبل خاص بمن بالصيدلية، ينطي اسم الصيدلية، النمبر used by the drug store يعني نمبر خاص بالعلاج اللي صرفه، اسم المريض، التعليمات اللي ينطيها المريض، اسم العلاج انه هذا العلاج يعني يحتاج انه يجدده لو ما يحتاج يجدده، اسم الدكتور اللي وصف للعلاج، حتى الباركود اللي خاص بهذا العلاج، احنا ما عندنا هذه الامور اللي موجودة. هذا ايضا example، شوفوا سنة عندنا الميتفورمين، كل المعلومات اللي خاصة بالعلاج اللي تنصر بالوصفة اكو فد ليبل خاص بها راح تنلصق على العلاج. هذه ما عندي هذه الامور اللي قلناها، اسم الصيدلية طبعا، الصيدلان اللي صرف الوصفة وغيره. الاوفر ذا كاونتر ليبلينج تعرفوها الاو تي سي دراكس، او تي سي ماخذيها اكيد بالفارماكولوجي، الاو تي سي دراج كذلك انا عندي الاو تي سي دراج، انا كصيدلاني المفروض اعرف الاو تي سي دراجز، وما دام انا ما عندي الار اكس اونلي الوصفات اللي العلاجات اللي تحتاج وصفه معروفه هي، مثلا هذا عندي اكزامبل على الاو تي سي دراج، شو يحتوي؟ يحتوي على النيم اوف ذا برودكت، نيم اند ريسس اوف ذا مانيفاكتشر، الشركه اور ديستريبيوتر، كميه العلاج اللي موجوده، الباركود، الاكسباير ديت. هسه هنا عندي الاليرجيك ميديسين مثل العلاج، الاسم العلمي والاسم التجاري طبعا، والسترينث مالته، المن يستخدم ريليف سنيزين كانتي هيستامين هو الدايفين هايدرامين، ويختلف عن السابلت، هذا شوفوا هذا الليبل ايضا اللي موجود على العلاج، يحتوي على الورنينج اليوز الاكتيف انجريدينت، هاي تقريبا عامه لكل العلاجات سواء كان او تي سي او غيره. هذه المعلومات اللي قلناها. بالنسبة للسبليمنت شنو يختلف عن الاو تي سي دراجز؟ قلنا بالاو تي سي دراجز انا عندي الاسم العلمي والاسم التجاري والسترينث والمن يستخدم الديزيز، يعني اللي يستخدم مثلا قلنا كانتي هيستامين دايفين هايدرامين، شنو جروبه الخاص اليه اللي هو انتي هيستامين يشتغل، بينما بالسبليمنت ما اقول انه هذا يشتغل كانتي هيستامين او يسوي له الشيء، لا ممكن انا اقول امبروف مثلا اي
علاج مثلا مفروض مثلا للإنيرجي مثل هذا يستخدم الطاقة للجسم، أو مفروض لبعض الحالات، لكن غير مسموح disallow disease claim that، يعني ما أنطي أو أروج لأنه هذا السبليمنت يستخدم لعلاج فلاني، أو ممكن أنه هذا البرودكت هذا السبليمنت ممكن يستخدم to prevent treat cure. إذا جالكم بالام سي كيو انه السبلمنت الفيتامينز السبلمنت يوز تو بريفنت اور تريت اور كيور، لا خطأ، انا السبلمنت ما اكتبه، ما اكتب انه هو يستخدم للعلاج، هو عبارة عن سبلمنت امبروف فقط، فقط امبروف. اكزامبل على السبلمنت عندنا الفيتامينز المينرال الهيربز الامينو اسيد الدايتري سبستانس بعض الاكستراكت مثلا ساعدنا هذا الجينسينج اللي هو الكمان سبلمنت حاليا، يعني العديد من العديد اشكال من السبلمنت اللي موجوده بالاسواق. شنو اللي موجود عليه؟ هذا الجينسينج اللي هو الاسم اللي يعتبر تجاري مالته، الجينسينج اللي هو نفس منين يستخلص من الروت، كميه الماده اللي موجوده، عدد مثلا عندي 60 كبسوله والسترينث مالتها، الدايركشن، ما قلت انا الجينسينج يستخدم للعلاج لعلاج الديزيز الفلاني، لا واضح. في الدايركشن الشركة المصنعة الاكسباير بعض الباركود الانذر انجريدينت مثل هذه بعض المعلومات جلوتين فري، فالمرضى اللي عندهم حساسية الحنطة ما يستخدمونه، وهكذا يعني المعلومات العامة. اخر موضوع عندنا بالشابتر 3 ان شاء الله ونختم اللي هو الستورج. تعرفون انتو لما تشوفون معلومات عن الستورج تعطيكم معلومات شلون ينحفظ هذا البرودكت، طبعا موجودة ضمن الليبلنج انه معلومات الستورج، وضمن راح تشوفون بيا درجة حرارة ينخزن، فتميزون انه هذا قال لي cold فهي any temperature not exceeding لازم ما تكون ما تتجاوز 8 درجة سيليزية. بالنسبة للريفريجريتر الثلاجة is a cold place in which temperature راح تكون ما بين 2 إلى 8، اغلب العلاجات هذا اعتيادية يكون حفظها ضمن الثلاجة 2 إلى 8 درجات. الفريزر راح تكون درجة الحرارة مالته من -25 -10. الكول اللي هي ان التمبريتشر ما بين 8 و15. الروم تمبريتشر في حالة الوركينج اري اللي هي رينج ان من 20 إلى 25، لكن also allow for temperature variation ممكن تتراوح درجة الحرارة، مثل إذا قال لي room temperature مقصود بها من 15 درجة سيليزية إلى 30 درجة سيليزية، الwarm 30 إلى 40، والexcessive heat معناته أكثر من 40 درجة سيليزية. طبعا كل العلاجات لازم نحفظها بدرجات الحرارة الملائمة اللي موجودة عليها. protection from freezing ما عندنا علاجات نخليها بالفريزنج، مثل الفريزنج وخاصة الفريزنج سبجكت إذا كان عندنا الجلاس كونتينر يؤدي إلى ريسك أوف كونتينر بريكج لوس، بالتالي راح تفقد السترينث وان البوتنسي أور تو ديستركتيف ألتريشن أوف دوزج فورم. خلال عملية الترانسبورتيشن معروفة أنه هذا إذا كان خاصة within the geographic area of the extreme temperature إذا كان درجة حرارة عالية ورطوبة عالية، فلازم أنه أنا خلال عملية الخزن هي راح تتم عملية النقل بهذه البرادات اللي تحتوي يعني بدرجة حرارة ملائمة للمحافظة على المنتج. فهذه هي نهاية الشابتر الثالث، وإن شاء الله بقى لنا الشابتر الرابع والشابتر الخامس نكمله في المحاضرات القادمة.